معاكم مازن نصر من تيم ياس، والنهارده هنشرح introduction الاول للشابتر الجديد first order في الاو دي اي والانيشال فاليو بروبلم. تمام، فاول حاجه في الانترو، هو الكتاب كان موضح ان في اشكال كتير للمعادلات لما بتيجي تتحط. دي اول شكل ليها، تاني شكل، تالت شكل، رابع شكل، بس مش اكتر. يعني هو في الانترو ما كانش بيتكلم في حاجة إلى حد ما، هو بس كان بيوضح الأشكال اللي احنا ممكن نشتغل عليها بقية الشابتر كله مش أكتر. تمام، بعد كده الـ Initial Value Problem. Initial Value Problem مثلا يعني ايه؟ دلوقتي احنا معانا dy by dx و function عادية، تمام، أيا كانت ماشية ازاي. وبعد كده هنعمل ودي مثلا بعد ما نظبط هنا نودي دي واي باي دي اكس ال دي اكس هنا، تمام، ونعمل تكامل عادي جدا. ففي الاخر خالص هيطلع لنا المعادلة اللي احنا عملناها بلس سي، تمام. فاحنا بيدينا بعد كده الواي والاكس بحيث ان احنا نعوض بيهم في المعادلة، بدل ما تبقى جنرال نخليها انيشيال للموضوع بتاعنا. ممكن نوضح اكتر بمثال. فمثلا معانا هنا دي واي باي دي اكس ايكوال 6 اكس ماينس 3، تمام. فهنودي الدي اكس الناحية التانية، فالدي واي ايكوال 6 اكس دي اكس. هنعمل تكامل، هنا هتبقى واي عشان مفيش حاجة، وهنا 6x سكوير 2 3x بلس c، تمام. فهنبتدي نستخدم المعطيات التانية اللي هو مدهن ال y 0 equal 4، تمام. فده معناه ان ال x equal 0 وال y equal 4. فهنيجي هنعوض بدول في المعادلة اللي عندنا هنا، فنحط 4 طبعا، هنا 0 هنا 0، فال c equal 4، تمام. اذا هنعوض بال c في المعادلة اللي معانا هنا، فال y equal 3x square plus 4، ويبقى هو ده ناتج المسألة بتاعت في الانيشال فاليو. ممكن ناخد example تاني. هنا نفس الكلام، ال y ل 0 equal 3، إذن ال y equal 3 وال x equal 0، تمام. هنيجي هنشتغل هنا، هنودي دي x الناحية التانية، يبقى دي y equal 2 x y دي x، وهنودي ال y الناحية التانية، واحد على y دي y equal 2 x دي x. هنيجي نعمل integration للطرفين، فدي هتبقى ln y equal x 2 x square على 2 اللي هي x square plus c، تمام. فهنبتدي نعوض بالمعطيات اللي عندنا في المسألة، فهتبقى ln 3 equal 0 plus c، فالـ c طلعت ln 3. هنبتدي نعوض بيها في المسألة دي في المعادلة دي، فهتبقى ln ال y equal x square plus ln كده كده 3 طول عمرها positive، بس مش مشكلة. ف ده كده تعتبر ناتج المسألة.